السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الديس اوردر الخاصة بالباراثايرويد جلاند. ايه هي الباراثايرويد جلاند دي اصلا؟ دي عبارة عن 4 غدد موجودين ورا الثايرويد جلاند زي ما في الصورة كده قدامنا. الغدة دي الهرمون اللي بتفرزه الاساسي يعني هو الباراثايرويد هرمون، والديس اوردر اللي احنا هنتكلم عليها هيكون خاصه او متعلقه بالباراثايرويد هرمون اللي هو قلته او زيادته. هنبدا دلوقتي بزياده الباراثايرويد هرمون اللي هي حاجه اسمها هايبر باراثايرويدز. الهايبر باراثايرويدزم دي عباره عن زياده الباراثايرويد هرمون، والباراثايرويد هرمون ده اصلا وظيفته ايه عشان نعرف ايه اللي هيحصل او اعراض المرض اللي قدامنا ده. وظيفته ان هو بيزود الكالسيوم في الجسم وبيقلل الفوسفورس، تمام، عن طريق ان هو بيشتغل على البون والانتستين، وان هو يزود يعني تكسير البون بحيث ان هو يطلع الكالسيوم من البون ويزود امتصاص الكالسيوم من الانتستين. كمان ان هو بيشتغل على الكدني ويعمل او يحفز اعادة امتصاص الكالسيوم من الكدني، تمام. فالنهارده هنتكلم عن الهايبر باراثايرويدزم، ده زيادة الباراثايرويد هرمون. عندنا 3 انواع منها او 3 يعني سب كلاسز منها. اول حاجه البرايمري هايبر باراثايرويدزم، تاني حاجه السكندري، وتالت حاجه التيرشري. هنبدا بالبرايمري، ده عباره عن ايه؟ طبعا الثلاثة دول بيكون فيهم زيادة في البي تي اتش، تمام، بس هنفرق بينهم ازاي بقى؟ عن طريق اللي هو ايه السبب بتاعها ومستوى الكالسيوم في الدم. اول حاجة البرايمري بيكون فيه زيادة في البي تي اتش، وبالتالي هينتج عنه زيادة في الكالسيوم. ده نتيجة ايه بقى؟ برايمري دي معناها ان هو حاجة مشكلة في الغدة نفسها، نتيجة اما الغدة كبرت في الحجم، نتيجة ايه بقى؟ نتيجة اما ادينوما يعني ورم حميد، يا اما ورم خبيث اللي هو كارسينوما، يا اما حاجة بس ان هو الغدة بس حصل لها هايبربليزيا يعني كبرت في الحجم من غير ما يكون في تيومر او اي حاجة. نركز هنا ان السنجل ادينوما عندنا بيكون هي اكتر سبب ان هي تعمل لنا اللي هو البرايمر هايبرباراثيرويدزم، لان هي بتشكل 90% من الكوزز يعني او من حالات. تاني حاجة بعدها الهايبربليزيا، تالت حاجة المالتيبل ادينوما، بعد كده الكارسينوما، تمام. يبقى اذا البرايمر هايبرباراثيرويدزم عندنا نوت سبريسد بي تي اتش معناها ان هو اليفيتد يعني، تمام، يا اما اليفيتد يكون يا اما يكون في الهاي نورمال. بعد كده الكالسيوم بيكون عالي، ومن اسبابها اللي هو مشكله في الغده نفسها، يا اما ادينوما يا اما كارسينوما يا اما هايبربليزيا. ونركز ان الموست كومن هو السنجل ادينوما. بعد كده النوع الثاني اللي هو السكندري هايبرباراثيرويدزم، ده بيكون فيه هنا سكندري يعني معناها سكندري لسبب تاني، يعني مش مشكلة في الغدة خالص، ان هي انما الغدة بترياكت لسبب او مشكلة في مكان تاني في الجسم. المشكلة دي بتكون غالبا يعني الابحاث قالت ان هو غالبا بيكون فيتامين دي ديفيشنسي. واحنا قلنا ان البي تي اتش اصلا بيشتغل على 3 اماكن، البون والكيدني والانتستين. اذا المشكلة هتكون في ال3 اماكن دول، زي مثلا لو هي في الكيدني هتبقى كرونيك رينال فيلير، لو في انتستين هيبقى مال ابزوربشن. كل الحاجات دي هتؤدي الى ان الكالسيوم يقل عندنا، تمام، الكيدني مش هتعمل ري ابزوربشن، والانتستين هيبقى عندها في مال ابزوربشن يعني مش هيمتص الكالسيوم، البون كمان هيبقى فيه اوستيوماليشيا او ريكت يعني الجسم الكالسيوم فيه قليل وبيحصل فيه تكسير في البون، وبالتالي الكالسيوم بيكون قليل، تمام، نتيجه ان يعني اوستيوماليشيا دي يعني زي هشاشه عظام او ان العظم ايه ضعيف يعني. المهم ان هنا بينتج ال3 اسباب دول هينتج عنها ان الكالسيوم قليل، وبالتالي الغده بقى هتحس ان مستوى الكالسيوم قليل في الجسم، وبالتالي ايه هترياكت ضد الموضوع ده، تحاول تصلح المشاكل التانية دي عملته وتعلي البي تي اتش عشان تحاول تعلي الكالسيوم ليفل للنورمال تاني، تمام. اذا السكندري ده بيكون مشكله مش في الغده، انها مشكله في مكان تاني بعيد عن الغده، والغده نفسها هترياكت للتشنج اللي حصل في الجسم ده بحيث تحاول تعدل مستوى الكالسيوم للنورمال تاني. اذا هنا بيكون في لو كالسيوم سكندري الحاجه تانيه من احنا قلناها، وكرياكت ليها او كرد فعل ليها البي تي اتش هيعلى من الباراثايرويد جلاند، تمام.
طيب بعد كده هندخل على التيرسري، ده اللي هو النوع الثالث. ده بيكون فيه ايه بقى؟ بيكون فيه البي تي اتش عالي، تمام، وبيكون الكالسيوم برضو عالي. ده شبه البرايمري، بس الفكره في يعني الفرق بينهم في ايه؟ في السبب. البرايمري بيكون سبب الغده نفسها، الغده هي اللي فيها مشكله، يعني الغدة هي اللي فيها تيومر او فيها هايبربليزيا، فنتج عنها ان البي تي اتش عالية وبالتالي الكالسيوم عالي. انما في التيرشري ده بيكون نتيجة لونج ستاندنج يعني ديزيز في الجسم، يعني لونج ستاندنج سكندري هايبربليزيا، يعني لونج ستاندنج مثلا مال ابزوربشن، او يعني مثلا لونج ستاندنج مال ابسوربشن، او لونج ستاندنج اوستيوماليشيا او ريكت. كل الحاجات دي لو فضلت معايا لمده طويله مع العيان ده لمده طويله، بدل ما يبقى عنده سكندري هايبر باراثيرويديزم بل هيحصل عنده تيرشري هايبر باراثيرويديزم. ايه اللي هيحصل بقى؟ النتيجة ان الغده عماله تحاول تعدل مستوى الكالسيوم، تحاول يعني تفرز بي تي اتش بكميه كبيره بحيث تعدل مستوى الكالسيوم اللي واطي ده، نتيجه الديس اوردر اللي عندي سواء مثلا في الكدني او في البون او في انتستان، فيحصل فيها هايبربليزيا. ف او مش يعني مش هيحصل هايبربليزيا، هيحصل ان البي تي اتش اللي عالي ده بدل ما هو هيرجع له النورمال، لا هو هيزود الكالسيوم اكتر كمان من النورمال، وبالتالي هيبقى عندي البي تي اتش زايد وكمان الكالسيوم زايد. اذا كملخص للانواع بتاعه الهايبرباراثيرويديزم دي، احنا بنفرق بينهم ازاي؟ عن طريق التحاليل، يعني ما بيبانش على العيان هو عنده ايه بالظبط، بنفرق بالتحاليل. في البرايمري بيبقى عندك اللي هو البي تي اتش بيكون عالي، الكالسيوم كان بيكون عالي، ده نتيجه حاجه في الغده نفسها، ادينوما او هايبربليزيا او كارسينوما، كل ده يعمل لي برايمري هايبرباراثيرويديزم. انما السكندري بيكون نتيجه مشكله في مكان تاني غير الغده، مثلا في الكدني، فيلير في الكدني، او مال ابزوربشن في الانتستين، او يعني مال ابزوربشن نتيجه يعني يؤدي الى كالسيوم قليل، تمام، ومشكله في البون اوستيوليشيا او ريكت، او اي مشكله في البون. يعني كل الحاجات دي هتؤدي الى ان الكالسيوم يكون واطي، وبالتالي كرد فعل ليه البي تي اتش هيعلى، تمام، كرد فعل للكالسيوم الواطي ده الغده هترد، يعني هترد على المشاكل اللي حصلت في الجسم بحيث تحاول ترجع الكالسيوم للنورمال، تمام. لو طول الموضوع ده معايا هيؤدي ان بدل ما الغده رجعته للنورمال هتعليه كمان على النورمال، يبقى عندي هتيرشري هايبرباراثيرويديزم. وده قال لك ان هو بيكون اكتر في الادفانسد كرونيك كيدني ديزيز، يعني في اي حاجه لونج ستاندنج في اللي هو السكندري، يعني اي لونج ستاندنج مثلا كرونيك رينال فيلير او مال ابزوربشن او اوستيوماليشيا هيعمل لي تيرشري هايبرباراثيرويديزم. طيب احنا هنا هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر، او اللي هنتكلم عنه كمانيفستيشن او انفستيجيشن والكلام ده، اللي هو البرايمري هايبرباراثيرويديزم. الموضوع ده او الديس اوردر ده بيحصل فيه واحد لكل 800 حاله، تمام، او 800 شخص، يعني بيحصل اكتر يعني بضعفين او ثلاث اضعاف في الفيميل، وبيكون في اللي هو الناس الاكبر من 50 سنة. ندخل بقى على المانيفستيشن. بصوا هنقسم المانيفستيشن كده ل سيستم سيستم بحيث ان انتوا ما تتوهوش. يعني اول حاجه على الرينال اللي هو الكيدني، يعني بيحصل عندي طبعا عندي الكالسيوم عالي، فالكالسيوم العالي ده هيؤدي لايه؟ ان هو هيمسك فيه املاح اسمها الاوكزاليت، فيعمل لي رينال كاريكولاي او ستونز يعني موجوده في الكيدني، ويترسب فيها ويعمل لي ستونز. ممكن برضو نتيجة الستونز يعمل لي كوليك، يعني في يكون في ألم في الكلية نفسها، يعمل لي برضو إن الكالسيوم العالي ده هينزل برضو في اليورين، فبالتالي هيسحب معاه مية، وبالتالي يكون عنده الشخص ده بول يوريا، يعني انكريز اللي هو كمية البول يعني. وكمان نتيجة ان هو بينزل منه مية كتير او بول كتير، فبالتالي ده هيأدي ان المية اللي في الجسم بتاعه هيقل، تمام. ده سبب من اسباب اللي هو البولي ديبسيا، اللي هو ان يكون عطشان، يعني ده سبب من الاسباب دي، من اسباب البولي ديبسيا. سبب تاني من اسباب البولي ديبسيا ان اللي هو الهايبر باراثيرويديزم ده بيؤدي ان بيحصل ريزيستنس للاي دي اتش. يعني ايه ريزيستنس؟
معناها ان الجسم مش قادر يستجيب لل ADH ده. ال ADH ده اصلا هرمون بيشتغل على ان هو يعمل water reabsorption، يعني يقلل خروج المية من الجسم. فانا كده عندي البتاع ده ال ADH ده مش شغال، في resistance ليه عندي في الجسم، وبالتالي المية بدل ما هي ال ADH بيخليها موجودة في الجسم، لا هنا ال ADH مش موجود، وبالتالي المية هتفضل ايه تنزل من الجسم، وبالتالي تعمل لي بوليوريا، وده هيؤدي برضو الى بوليديبسيا. يعني في سببين للبوليديبسيا، وسببين هما نفس السببين بيعملوا لي بوليوريا، تمام؟ اللي هو ايه بقى، ان الكالسيوم بيزيد، وبالتالي هيزود بيزيد في البول يعني، فيسحب معاه ميه، فالميه تنزل اكتر، وبالتالي يحصل لي بوليوريا، تمام. وعندي برضو اللي هو الريزيستنس للاي دي اتش، هيؤدي برضو لي ان مفيش ووتر ري ابزوربشن، وبالتالي الميه هتنزل، وبالتالي يحصل ايه، يحصل عندي بوليوريا وبوليديبسيا، ان في دي هايدريشن في الجسم، الانسان هيكون عطشان، ونتيجة ان البول بيكون بكميات كبيرة، تمام. تاني حاجة ده كده خلصنا اللي هو التأثير اللي هو الهايبر باراثيرويديزم على الكدني. نشوف على الجي اي تي بيحصل الحاجات العادية اللي هو الانوركسيا والنوزيا والديسبيبسيا، تمام. في حاجتين بقى مهمين اللي هو البيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر ده بيحصل نتيجة ان انا هنا عندي هايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا دي بتؤدي الى تحفيز تكوين الاتش سي ال في المعدة. الاتش سي ال ده بيسبب ان بيحصل ألسر في المعدة نفسها، في الميكوزا يحصل ألسر، تمام. اذا سبب البيبتيك ألسر هنا هو زيادة الكالسيوم اللي هيؤدي الى زيادة الاتش سي ال. تاني حاجة او في الجي اي تي ان هيحصل كونستيبيشن. الكونستيبيشن ده بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجة ان انا احنا قلنا ان بيحصل عندنا بوليوريا، بفقد يعني فلويدز من الجسم، وبالتالي هيحصل عندي جفاف. الجفاف ده هيؤدي برضو اللي هو للكونستيبيشن. في سبب تاني للجفاف ده او سوري للكونستيبيشن اللي هو ايه بقى، ان زياده الكالسيوم عندي دي هتؤدي الى استابيلايزيشن للصوديوم تشانلز. الصوديوم تشانلز دي اللي هي في النيورونز او في الخلايا العصبيه، فلما او هي اللي مسؤوله عن الديبولاريزيشن. لما نعمل لها استابيلايزيشن معناها ان انا منعت الديبولاريزيشن، اذا انا منعت الكونتراكشن بتاع المسلز، منعت الكونتراكشن بتاع السموث مسل بتاعه الجي اي تي او بتاعه الكولون، وبالتالي الكولون ما بقاش عارف يفضي الاستول اللي جواه، وبالتالي ده يؤدي بالكونستيبيشن او صعوبه في الديفيكيشن عموما يعني، تمام. كده خلصنا التاثير على الكدني والتاثير على الجي اي تي. ندخل على التاثير على السي ان اس. هيحصل له ديبريشن، هيحصل له دراوزنس، يحصل له برده امبيرد كوجنيشن، كل ده نتيجه زياده الكالسيوم او ديستربنس الالكترولايت اللي عنده. ندخل على السي في اس بقى او الكارديو فاسكولار، اللي هو يحصل له سكندري هايبرتنشن. ليه سكندري؟ عشان هو نتيجه مشكله في الغده، مش حاجه في القلب او حاجه في الاوعيه الدمويه، لا هي حاجه سكندري لحاجه تانية، تمام. بعد كده ندخل على اللي هو الديس اوردر اللي بيحصل فيه او المانيفستيشن اللي بتطلع على البون، اللي هو هيحصل ايه، هيحصل اوستايتس فايبروزا. الاوستايتس فايبروزا دي معناها ان حصل التهاب او تكسير في العظم، يعني تكسير ادى الى التهاب، تمام. ليه بقى؟ نتيجه ان البي تي اتش ده بيحفز الاكتيفيتي بتاعه الاوستيوكلاست عشان تزود الكالسيوم. ده في الحاجه الفسيولوجيكال، تمام. انما هنا البي تي اتش زايد عن النورمال، وبالتالي الاوستيوكلاست شغاله على اخرها خالص، وبالتالي هيحصل تكسير زياده عن اللازم. والتكسير ده هيحصل له يعني انا بكسر العظم، بكسر اللكني بتاعته والترابيكلي بتاعه العظم، هيحصل له ايه بقى، ريبليسمنت بفايبرس تيشو، تمام. لما يحصل له ريبليسمنت فايبرس تيشو، انا كده سميت الديس اوردر ده بحاجه اسمها اوستايتس فايبروزا. الاوستايتس فايبروزا ده هيؤدي لايه بقى، انا كده كسرت العظم وبدلته بحاجه مش طبيعيه اللي هو الفايبرس تيشو ده، هيعمل لي ايه بقى، يعمل لي بين في العظم نفسه، يعمل لي تندرنس، هيعمل هشاشه في العظم، او ان هو يكون ضعيف، يؤدي الى يعني يحصل فراكشر على طول، او يكون سهل ان هو يتكسر يعني بسهوله. كمان يحصل ممكن نتيجة اللي هو الضعف في العظم ده يحصل deformity، تمام. ده كده خلصنا المشكلة اللي في البون. ندخل على آخر حاجة في المانيفستيشنز اللي هو مشكلة الكارتليج.
المشكله اللي بتكون في الكارتليج هي الكوندروكالسينوزز. يعني ايه كوندرو معناها حاجه متعلقه بالكارتليج، كالسينوزز معناها ترسيب الكالسيوم في الغضاريف. يعني دي حاجه مش طبيعيه. طبعا الكالسيوم بيترسب في العظم، انما في الكارتليج ما ينفعش يكون في كالسيوم. انما هنا نتيجه ان الكالسيوم زايد في الجسم جامد، وبالتالي هيؤدي الى ان هو كمان يترسب في اماكن مش طبيعيه بالنسبه له، اللي هو الكارتليج، خاصه في الارتيكولار ديسك، في المفاصل، خاصه في الركبه، مفصل الركبه. تمام. ايه اللي هيترسب؟ مش كالسيوم بس بقى، هيترسب حاجه اسمها كالسيوم بايروفوسفيت. والكالسيوم بايروفوسفيت ده بيكون حاجه كاركترستيك لمرض اسمه اللي هو السودو جاوت. تمام. السودو يعني حاجه مش حاجه كاذبه، يعني اللي هو النقرس الكاذب. تمام. لان في الجاوت العادي اللي هو الجوت الصحيح العادي اللي احنا عارفينه كلنا، بيكون ترسيب ل لحاجات الستونز او ل كريستالات تانية، نوع تاني، كالسيوم مونو صوديوم تقريبا. تمام. المهم ان الكالسيوم بايروفوسفيت بيؤدي الى سودو جوت. طيب، نتيجة الديبوزيشن للكالسيوم ده في الكارتليج برضو ممكن يؤدي لحاجة اسمها سكندري ارثرايتس. كده احنا كده هنكون خلصنا المانيفستيشن بتاعه الهايبر باراثايرويديزم. كلها حاجات مترتبه على بعضها وسهله جدا. حاولوا تقسموها بالسيستمز اللي هو بون وكارتليج، نعرف المانيفستيشن بتاع كل واحد فيها. في رينال، حاجات الكيدني، مانيفستيشن برضو سهل. احنا قلنا ان هي كوليك وكاليكيولاي اللي هي ستونز يعني، وبوليوريا وبوليديبسيا، وفسرنا كل واحد فيها بالتفصيل. الجي اي تي برضو اللي هو نوزيا وانوركسيا وديسبيبسيا، واهم حاجه فيها اللي هو البيبتيك ألسر والكونستيبيشن. الكارديوفاسكولار اللي هو السكندري هايبرتنشن. تمام. على السي ان اس اللي هو الدبريشن والدراوزنس والامبيرد كوجنيشن والليثرجي. تمام. دلوقتي احنا خلصنا مانيفستيشن، بس نسينا النقطه، بس يعني ممكن تكون مش مهمه قوي، بس هنقولها برضو عشان نكون استوفينا كل حاجه. هي ان عيان اللي هو الهايبر باراثايرويديزم بيكون غالبا 50% من البيشنت بتكون اسيمبتوماتيك اصلا، او بيكونوا جايين بسيمتوم بس مش سبيسيفيك للهايبر باراثايرويديزم اصلا. تمام. كمان حاجه مهمه تانية، ان العيان ده ما بتكونش الاعراض بتاعته سبيسيفيك ولا مظهر عليه قوي، الا لما يظهر عليه الستونز، الرينال ستونز، هي اللي بحاجه مميزه جدا للهايبر باراثايرويديزم. تمام. نتيجه طبعا زياده الكالسيوم. بيقول لك ان 5% من الحالات بيكون هم عندهم ستونز اول مره في حياتهم نتيجه الهايبر باراثايرويديزم، انما 15% بيكون عندهم اصلا ستونز من قبل كده. وكاتل بقى الديس اوردر اللي في الباراثايرويديزم عنده ده، اللي هو في الباراثايرويد جلاند يعني، هي كملت على الموضوع وزودت الستونز كمان عنده. تمام. احنا كده خلصنا المانيفستيشن، استوفيناها يعني بشكل كامل. هندخل دلوقتي على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن طبعا احنا قلنا ان احنا بنتكلم هنا خاصة عن البرايمري. البرايمري احنا قلنا ان فيه زيادة في البي تي اتش ينتج عنه زيادة في الكالسيوم. تمام. في الدم طبعا اول حاجة بيبقى عندي زيادة في البي تي اتش. بس طبعا هنا بيقولك ان انت لازم تفرق الموضوع ده عن حاجة اسمها فاميليال هايبوكالسيريك هايبركالسيميا اللي هي اف اتش اتش. تمام. المرض ده هنشرحه بالتفصيل في الهايبو باراثايرويديزم، بس هنقول نبذه بسيطه عنه دلوقتي، او ليه احنا لازم نعمل ديفرنشال دياجنوز بين وبين الهايبر باراثايرويديزم. لان الهايبو كالسيريك هايبر كالسيميا دي اصلا مشكله في الريسبتور بتاعه الكيدني، بتاعه البي تي اتش في الكيدني، او سوري يعني هي الريسبتور دي حاجه اسمها كالسيوم سنسنج ريسبتور. دي مش مشكله في الكيدني، لا، هي الريسبتور دي بتكون موجوده في الباراثايرويد جلاند، بحيث ان هي تحس باي ديس اوردر في الكالسيوم في الدم. تمام. البتاع المرض ده اللي هو الفاميليال هايبوكالسيريك هايبر كالسيميا، طبعا من اسمه بيكون في البي تي اتش عالي، وبيكون في هايبر كالسيميا في الدم، يعني الكالسيوم بيكون زايد في الدم بينما بيكون قليل في اليورين. تمام. هنشرح ده بالتفصيل او السبب بالتفصيل في الدرس الجاي ان شاء الله، اللي هو الهايبو باراثايرويديزم. بس عشان نفرق بقى بين الهايبر باراثايرويديزم والفاميليال هايبر هايبوكالسيريك هايبركالسيميا، الفرق في مستوى الكالسيوم في اليورين. يعني في الفاميليال ده بيكون في الكالسيوم في اليورين قليل، بينما في
بيكون في الكالسيوم في اليورين عالي. تمام. طيب ندخل على تاني حاجة اللي هو الايمجينج بتاع المرض ده. الايمجينج طبعا بتاع البايثرويد جلاند نفسه مش حاجة يوسفل قوي الا في حالة ان انا عايز اعمل او اعالج بحاجة سيرجيكال. تمام. في حاجة خاصة بال لو انا هعمل بقى سكاننج على البايثرويد لازم هعمل حاجة اسمها سيستمي بي سنتيجرافي. ده بيكون عبارة عن زي صبغة كده بيصبغوا بيها الجلاند بحيث يبان ان لو في اي ابنورمال اكتيفيتي فيها او زياده في الحجم او الكلام ده كله. او ممكن اعمل برضو الترا ساوند ده في حالات بس ان انا عايز احدد المكان بتاع الادينوما او بتاع الهايبر بليزيا او الكارسينوما عشان اعمل ايه سيرجيكال ريسكشن للمكان ده او للابنورمال ماس دي. تمام. نكمل بقى الانفستيجيشن. احنا خدنا دلوقتي عرفنا ان البي تي اتش بيكون عالي في الدم. طبعا ده بعد ما نستبعد اللي هو الفاميليال هايبوكالسيريك هايبركالسيميا وقلنا دي هنوضحها بالتفصيل في الهايبو باراثيرويدس. تاني حاجه بنعمل سكاننج للباراثيرويد جلاند نفسها قلنا ده مش بيكون يوسفل قوي في الدياجنوز الا لو انا عايزه او بيكون يعني يوسفل في التريتمنت بقى نفسه لو انا عايزه اعمل سيرجري للحاله دي اعمل احدد مكان الادينوما نفسه او الكارسينوما او الهايبربليزيا ايا كان السبب اللي هو الهايبر باراثيرويدزم اللي عندي. تالت حاجه بعملها هي الاكس راي. بعمل اكس راي على البون في كذا مكان. لازم نعرف ان الاكس راي بيكون بيبان لي نورمال لو هي حاله مايلد مش ادفانسد قوي. بينما بقى لو الحاله اللي معايا ادفانسد فهيبان عندي. احنا طبعا قلنا ان ده بيكون فيه البي تي اتش عاليه وبالتالي البي تي اتش ده بيروح يكسر في العظم عشان يطلع لي يزود لي الكالسيوم في الدم وبالتالي برضه بيكون عندي الكالسيوم عالي في الدم. فهيبان الموضوع ده في الاكس راي على صوره ايه ديمينرايزيشن لان انا كده بشيل او البي تي اتش بياخد الكالسيوم من العظم وبالتالي هيبقى البتاع العظم مش مفهوش مينرال مفهوش كالسيوم يعني بيكون في برضه سبر اوستيال ايروجنز. تمام. ده زي بيكون تكسير كده في الحواف بتاعه العظم وبيكون ايه في تيرمينال ريزوربشن في الفالانجيز يعني برضه بيكون في ريزوربشن لو انا عملت اكس راي على العقل الصوابع اللي هو الفالانجيز. تمام. في حاجه بقى كاركترستيك جدا ليه اللي هو الهايبر باراثيرويدزم بتبان في اللاترال فيو وفي السكال. لو انا عملت اكس راي على السكال هيبان منظر اسمه بيبر بوت ابييرنس زي ما واضح قدامنا كده. بيكون عباره عن ايه تكسير. احنا قلنا بنكسر في كل مكان في العظم في الجسم عشان نطلع الكالسيوم اللي هو نتيجه زياده البي تي اتش. التكسير بقى اللي بيبان في السكال بيكون في صوره في الاكس راي حاجه شبه الملح والفلفل كده بيبان في الاكس راي نقط سودا اللي هي بتكون اماكن التكسير نقط سودا اللي هو بتكون راديوليوسنت. تمام. وحواليها المكان اللي هو اللي ما تكسرش اللي هو بيكون النورمال العظم العادي يعني اذا هيكون مكان التكسير لونه اسود ومكان النورمال لونه ابيض فيبان كانه ملح وفلفل وملح يعني. تمام. لو عملت اكس راي على منطقه الابدومين هشوف مكان في مكان الكدني هشوف ايه اللي هو الستونز النيفروكالسينوس ده يعني معناها اللي هشوف الستونز في منطقه الكدني وهشوف برضو اوباسيتي بعطريه كده في الكدني زي ما واضح قدامنا برضو. اخر حاجه في الاكس راي هشوف في السوفت تيشو في اماكن كذا مكان في السوفت تيشو اللي هو ايه زي مثلا في الارتري في الهاند في الكورنيا كل الحاجات دي الاماكن السوفت تيشو اللي موجوده فيها بيبان فيها ترسيبات كالسيوم نتيجه زياده الكالسيوم في الدم. احنا كده عرفنا ازاي اشوف اشخص عيان عنده هايبر باراثيرويدزم. طبعا التشخيص بيكون يعني بنسبة كبيرة معتمدة على التحاليل عشان افرق برضو بين الانواع بتاعت الهايبر باراثيرويدزم سواء برايمري او سيكندري او تيرشري. تمام. وعرفنا المانيفستيشن. ندخل بقى ازاي المريض ده يتعالج. اول حاجة على حسب اللي هو النوع بتاع الهايبر باراثيرويدزم هعالجه. مثلا لو هو عنده هايبر باراثيرويدزم يعني مشكله في الجلاند نفسها نتيجه ادينوما او كارسينوما او هايبربليزيا فاهم حاجه او العلاج اوف تشويس هو السيرجري ان انا اعمل ريسكشن او اكسجن للادينوما دي او للكارسينوما او للمكان اللي فيه هايبربليزيا. فاهم حاجه هنا الايه السيرجري. برضو السيرجري دي بعملها في العيانين اللي اقل من 50 سنه. تمام. وعندهم وفي ناس برضو عندهم هايبركالسيميا. اللي عندهم هايبركالسيميا اعلى من 11.4 ملي جرام بير ديسي لتر لازم طبعا نعرف ان اللي هو النورمال ليفل بتاع الكالسيوم من
من 8.5 ل 10.5. اذا اللي عندهم significant hypercalcemia اللي هو اعلى من 11.4 كده بعمل له surgery. تمام. برضو اللي عندهم symptom واضحة قوي، اللي عندهم complications زي مثلا الستونز، البيبتيك ulceration، الاوستيوبروس، كل دي complication للهايبرثيرويديزم. لو توفرت في العيان فانا بعمل له ايه surgery. بس اهم حاجة انا اعرف عشان ام سي كيو ان هي اوف تشويس في عيانين البرايمري هايبرثيرويديزم. إيه تاني line of treatment اللي هو ال conservative treatment. ده معناها ان انا مش هعمل جراحة ولا اي حاجة، بينما ان انا هعمل حاجات بس تحافظ على العيان وما تخلوش يبقى يحصل له progression لمراحل اعلى من الديزيز. تمام. ده بعمله في عيانين ايه بقى اللي هو اللي عندهم سيمتوم خفيفه، اللي هم اصلا ممكن ما يكونوش اصلا عندهم سيمتوم، بس عندهم الكالسيوم عالي وعندهم بي تي اتش عالي بس مش ظاهر عليهم في صوره سيمتوم. العيانين دول بتابع معاهم كل 6 ل 12 شهر عشان بتابع السيمتوم، بتابع برضو بقيس الكالسيوم ليفل، بعمل اسيسمنت للرينال فانكشن، وبعمل لهم دكسه على على الجلاند نفسها عشان اشوف هل السيمتوم اتطورت معاهم او حصل اي حاجه تغيرات ممكن تؤدي لريسك العيان ان هو مثلا يحصل له مثلا بروجريشن لسكندري او تيرشري هايبرثيرويديزم وهكذا. طيب العيانين بقى اللي هم عندهم ستونز نتيجه الكالسيوم العالي ده، فانا دول بنصحهم او بقول لهم ياخدوا كميه كبيره من الفلويد عشان يعني الستونز دي يعني تنزل. تمام. او بقول لهم برضو لو هو اصلا ما جالوش الستونز دي برضو بقول له يشرب بتاع ده، يشرب فلود كتير عشان يتجنب ان هو يحصل له ستون. اذا لو هو عنده ستون بقول له يشرب ميه كتير، ولو هو لسه ما جالوش الستون بقول له يشرب ميه كتير عشان يتجنب ان هي تحصل اصلا. تمام. طيب العيانين بقى اللي هم اللي عندهم الهايبرثيرويديزم بيكون عندهم هايبركالسيميا زي ما احنا عارفين. الهايبركالسيميا دي زي ما قلنا بتؤدي الى اللي هو ان البوليوريا، يعني ينزل يعني الكالسيوم هينزل في البول وبالتالي هيسحب مع ميه فيعمل لي بوليوريا ويعمل لي بوليديبسيا، يعني عيني بيبقى عطشان. كل ده بيؤدي الى فقد الفلويدز من الجسم وهيعمل لي ايه دي هايدريشن. الدي هايدريشن ده لازم اعالجه برضه عشان ما يحصليش اي حاجه كشك او كده. بعالجها ازاي بقى؟ باي في فلويد، وبعمل بديله برضه بيسفوسفونات، ده عشان يحافظ على البون ان هو ما يتكسرش يعني ولا يطلع الكالسيوم اللي فيه، وبالتالي يحافظ على مستوى الكالسيوم شويه، وبالتالي همنع الدي هايدريشن ان هو يحصل. تمام. لو الموضوع ده مش افكتيف معاه ان هو يحافظ على مستوى الكالسيوم او يرجعه مثلا للنورمال، فانا بنصح ان هو ايه يعمل باراثيرويدكتومي، ان هو يعمل جراحه على الباراثيرويد يعني عشان امنع ان يحصل اي كومبليكيشن زياده نتيجه الدي هايدريشن ده. طيب في line of treatment تاني او تالت يعني معانا اللي هو السيناكلاست. السيناكلاست ده بستخدمه لما ما يكونش في حاجه نافعه خالص مع العيان بتاع البرايمري هايبرثيرويدس، ولا السيرجري نافعه ولا الميديكال تريتمنت نافع اللي هو الكونزرفاتيف يعني، او بستخدمه في اللي هو حالات اللي هو التيرشري هايبرثيرويدس. ده بيعمل ايه اصلا؟ ده بيحفز السنسيتيفيتي بتاع الكالسيوم سنسنج ريسبتور اللي هي قلنا ان هي بتكون في البارثيرويد جلاند نفسها عشان بتحس اي تغيرات في الكالسيوم ليفل في الدم. تمام. فاحنا كده يعني يعتبر ايه اوجزنا موضوع الهايبرثيرويدز بانواعه والمانيفيستيشنز بتاعته باختلاف السيستمز زي ما قلنا، يعني نعرف بالسيستمز احسن عشان يكون الموضوع مترتب في دماغنا. وبعد كده الايه الانفستيجيشن والتريتمنت او المانجمنت بتاعه اتمنى يكون واضح. هنكمل مع بعض دلوقتي الديسوردر التاني في الباراثيرويد جلاند وهو الهايبوباراثيرويدس. احنا خدنا من شويه اللي هو الهايبوباراثيرويدس وعرفنا كل التفاصيل الخاصه بيها، هناخد نفس التفاصيل بس على الهايبوباراثيرويدس. الهايبوباراثيرويدس اللي هي بيبقى عكس تماما للهايبر، يعني الهايبو هيكون فيها البي تي اتش واطي وبالتالي يكون الكالسيوم ايه واطي في الدم برضه. تمام. طب ايه عايزين نعرف ايه سبب الهايبوباراثيرويدس ده؟ الهايبوباراثيرويدس معناها ان الغده باظت، الغده حصل فيها حاجه وبالتالي هي مش قادره، ما بقتش قادره تنتج الهرمون بتاعها اللي هو البي تي اتش. طب ايه اللي يخلي الغده دي تبوظ اصلا؟ غالبا بيكون الاسباب يعني متعلقه حصل دامج في الغده دي نتيجه مثلا سيرجري او حاجه. مثلا العيان ده كان عنده مثلا ثيروتوكسكوزس وانا رحت عملت له سيرجري عشان اعالج الثيروتوكسكوزس، قمت عملت سيرجري بطريقه اوفر او زياده عن اللازم، وبالتالي دخلت العيان في هايبوباراثيرويدز. تمام.
او ان انا اثناء العمليه دي قطعت البلد سبلاي بتاع الغده، وبالتالي هي ما بقتش قادره تؤدي الفانكشن بتاعتها بشكل صحيح، بالتالي برضو هتقلل البي تي اتش. تمام. طيب لما البي تي اتش يقل بيعمل لي ايه؟ حاجه اسمها اللي هو الهايبوكالسيميا. الهايبوكالسيميا دي بتبقى طبعا هي المفروض ان هي بتكون مع العيان على طول، بس بتكون ترانزيانت في 10% من البيشنت. تمام. بتحصل امتى؟ بتحصل في خلال 12 ل 36 ساعه بعد العمليه للشخص ده اللي هو اللي كان عنده مثلا جريف ديزيز او اللي هي سيرتكس كولز يعني. تمام. في بقى اسباب تانية بس نادره شويه للهايبوبارثيرويديزم. احنا قلنا السبب الاساسي هو السيرجري. تمام. او اثناء السيرجري دي حصل يعني كات للبلاد سبلاي او دامج ليه. السبب الاسباب النادره التانية اللي هو الهيموكروماتوزيس او الويلسون ديزيز. دي برضو امراض لما تيجي بتحصل يعني في الغده بتؤدي الانفلتريشن فيها وبتبوظ الخلايا الخاصة بإنتاج البارثيرويد هرمون. تمام. فكده احنا عرفنا الاسباب، والاسباب دي ممكن يكون منها كونجنتال او انهيرتد، فهيؤدي لي الى الكونجنتال او انهيرتد فورم من الهايبرثيرويدز. طيب احنا دلوقتي احنا خدنا الاسباب، عايزين نعرف بقى الاشكال بتاعه الهايبرثيرويدز. في كذا نوع منها طبعا، الانواع متقسمه سب كلاس كتيره، بس احنا هناخد يعني نبذه بسيطه قوي عن كل حاجه. اول حاجه اللي هو الاوتوزومال دوميننت هايبرثيرويدز، ده الميرور ايمج بتاع الفاميليال هايبو كالسيريك هايبركالسيميا، دي ذكرناها من شويه في الهايبرثيرويدز وقلنا هنفصل لها دلوقتي. الفاميليال هايبوكالسيريك هايبركالسيميا دي بتبقى نتيجه مشكله في الكالسيوم سنسنج ريسبتور. الريسبتورز دي احنا قلنا ان هي موجوده في الكدني والباراثيرويد جلاند نفسها، موجوده برضه في البرين. المهم ان الريسبتورز دي هيحصل لها خلل بشكل ما في الفاميليال هايبوكالسيريك هايبركالسيميا، ويحصل الخلل ده عكسه في الاوتوزومال دوميننت هايبرثيرويدز. طيب ايه الخلل في الفاميليال هايبوكالسيريك هايبركالسيميا؟ ان الريسبتورز دي الاكتيفيتي بتاعتها هتقل، بحيث ان الريسبتور ما بقتش خلاص قادره تحس بمستويات الكالسيوم في الدم، وبالتالي الغده او اللي هو البارثيرويد جلاند نفسها او الكدني مش قادره تحس بارتفاع الكالسيوم مثلا او بمستوى الكالسيوم عموما في الدم، وبالتالي تحاول بقى تطلع. فهي في يعني الغده مفكره ان الجسم ما فيهوش كالسيوم، تقعد تحاول بقى تعوض الموضوع ده، تفضل تطلع في بي تي اتش كتير، وبالتالي هيحصل للعيان ده هايبر كالسيميا في الدم. تمام. وهيحصل له هايبو كالسيوريا. تمام. لان الريسبتورز اللي في الكدني برضو بايظه، الاكتيفيتي بتاعتها مش شغاله، وبالتالي يحصل هتحاول بقى تزود الكالسيوم في الجسم، تعمل ري ابزوربشن للكالسيوم، فيزيد في الدم وهيقل في الايه في اليورين، يحصل ايه هايبوكالسيريك هايبركالسيميا. تمام. ده اللي هو الفاميليا الهايبر فاميليا الهايبوكالسيريك هايبركالسيميا. النوع بقى اللي هو العكس خالص اللي هو الاوتوزومال دوميننت هايبو باراثيرويدز، ده برضو اوتوزومال دوميننت زي التاني، لكن الفرق هنا ان برضو في مشكله في الريسبتور، بس الفرق ان الكالسيوم سنسنج ريسبتور هنا السنسيتيفيتي بتاعتها زادت، على عكس الفاميليال هايبوكالسيريك ده السنسيتيفيتي بتاعتها زادت هنا، فبالتالي هي بقت ايه تحس باقل مستويات من الكالسيوم، وبالتالي تحاول تنبه الجسم ان انا عندي كالسيوم زايد، في حين اصلا الجسم عنده نورمال كالسيوم. تمام. فلما الجسم يحس ان في كالسيوم زايد، طبعا بتاع ده الكالسيوم الزايد ده هيعمل ايه فيدباك انهبيشن على البي تي اتش، وبالتالي هنا في الحاله دي الاوتوزومال دوميننت هايبوباراثيرويدز البي تي اتش هيكون قليل، وكذلك الكالسيوم قليل. تمام. لان انا اصلا عندي الكالسيوم قليل، بس الريسبتورز دي مش حاسه بالموضوع ده خالص، بل بتحاول ايه الكالسيوم ده فاكره ان هو نورمال او ان هو زايد، فبالتالي بتعمل فيدباك انهبيشن زي ما قلنا. اذا في الاوتوزومال دوميننت هايبوباراثيرويدز البي تي اتش بيكون قليل، تمام، عشان الفيدباك انهبيشن للكالسيوم ده، والكالسيوم بيكون قليل برده في الدم، وبيكون عالي في الايه في اليورين. تمام. طيب ده اول نوع معانا اللي هو الاوتوزومال دوميننت هايبوباراثيرويدز. تمام. تاني نوع عندنا اللي هو السودو هايبوباراثيرويدز. احنا قلنا الهايبوباراثيرويدز العادي بيكون البي تي اتش فيه قليل، وبالتالي الكالسيوم قليل في الدم، بينما في السودو هايبوباراثيرويدز بيكون البي تي اتش هنا عالي او نورمال والكالسيوم بيكون قليل. طيب ليه سميناه اصلا سودو؟ عشان هو البي تي اتش هنا مش واطي، هو هنا عالي او نورمال، لكن سميناه سودو عشان البي تي اتش نورمال، بس الجلاند نفسها عندها ريزيستنس اللي هو الاكشن بتاع البارثيرويد هرمون، يعني هي بنسميها فانكشنالي هايبرثيرويد، يعني البي تي اتش نورمال ولكن في ريزيستنس للاكشن بتاعه، يعني هو البي تي اتش موجود ومش عارف يشتغل، مش عارف يزود الكالسيوم، وبالتالي الكالسيوم هنا قليل. تمام. اذا السودو هايبرثيرويد ده البي تي اتش بيكون نورمال او عالي، مش عارف يشتغل بقى، وبالتالي الكالسيوم هيكون ايه واطي. تمام. طيب في حاجه ثالثه اسمها سودو هايبرثيرويدز، هنا احنا سميناها اتنين سودو عشان هو بيكون الاتنين نورمال، اللي هو الكالسيوم والبي تي اتش الاتنين نورمال، ودي بتكون حاله غالبا جينيتك. تمام. اذا حاولوا تعملوا الموضوع ده في جدول كده، اللي هو ان الهايبوباراثيرويدزم ده بيكون البي تي اتش والكالسيوم واطيين. تمام. دي اللي هو الهايبوباراثيرويدزم العاديه نتيجه دمج للغده او دمج للبلاد سباي بتاعها او الهيموكروماتوز او الويلسون. تمام. تاني حاجه او تاني نوع اللي هو الاوتوزومال دوميننت هايبوباراثيرويدزم، قلنا ده عكس تماما الفاميليا الهايبوكالسيريك هايبركالسيميا، وبيكون التحاليل بتاعه اللي هو الاوتوزومال دوميننت ده ان اللي هو
بيكون البي تي اتش قليل، الكالسيوم قليل في الدم وعالي في اليورين، تمام. بعد كده النوع الثالث اللي هو او الثاني سوري اللي هو السودو هايبر ثايرويدزم، ده بيكون البي تي اتش عالي او نورمال ومش عارف يشتغل عشان في ريزيستنس ليه على الغده يعني، بالتالي الكالسيوم بيكون واطي. بعد كده ثالث نوع اللي هو السودو سودو هايبر ثايرويدزم، ده بيكون بيكون نتيجه جينيتك امبيرمنت في الغده مثلا، او في انتاج اللي هو الهرمون، ولكن الهرمون بيكون هنا نورمال، بيكون نورمال بي تي اتش نورمال ليفل ليه يعني، ونورمال ايه كالسيوم برضه. طيب احنا كده خدنا الانواع وخدنا الاسباب، ندخل بقى على المانجمنت للموضوع ده. طيب انا عندي هنا الكالسيوم بيكون قليل، طيب ده في الهايبر ثايرويدزم العاديه، يبقى انا محتاجه اعوض الجسم ده عن الكالسيوم، فبديله يا اما اورال كالسيوم صوت املاح كالسيوم يعني، يا اما بديله فيتامين دي انالوج. ايه بقى الفيتامين دي انالوج ده؟ يا اما يكون واحد الفا هيدروكسي كوليك كالسيفرول اللي هو الالفا كالسيديول، او الاكتيف فورم بتاع الفيتامين دي اللي هو 1,25 داي هيدروكسي كوليك كالسيفرول اللي هو الكالسيتريول، تمام. طيب الحاجات دي طبعا احنا عارفين الفيتامين دي ده بيحفز امتصاص الكالسيوم، فده هيحاول ان هو يعدل مستويات الكالسيوم برضه، ولكن نعمل يعني اثناء العلاج ده لازم نعمل مونيتورنج كويس لمستوى الكالسيوم عشان ما يحصلش مني سايد افكت اللي هو الهايبر كالسيميا، ان هو يشتغل زياده عن اللازم او عن اللي انا محتاجاه، او ان هو يعمل هايبر كالسيوريا او نيفروكالسينوز، ان هو يزود الكالسيوم لمستويات عاليه جدا لدرجه ان هو يعمل ستونز، مش بس يعالج لي بل هيزود لي زياده عن اللازم فيعمل ستونز. طيب بعد كده في يعني تاني لاين اوف تريتمنت اللي هو ان انا بديله ريكومبيننت باراثيرويد هرمون نفسه، بديله الهرمون نفسه، تمام. ده بيتاخد اصلا سبكوتينيوس لحالات الاوستيبروزز، الاوستيبروز ده برضه عشان محتاجه فيها ان انا ازود الكالسيوم، اللي هو الريكومبيننت ده مش مصرح بيه قوي للهايبر ثايرويدز، بس لسه هما بيدرسوا الموضوع ده، لكن لما انا بقى اصلا لو انا اديته او هما لما يصرحوا بيه انا عمري ما هديه في السودو هايبر ثايرويدزم. ليه؟ لان اصلا في السودو هايبر ثايرويدزم احنا قلنا ان البي تي اتش بيكون عالي، فانا ما ينفعش ازود له الموضوع اكتر واديله بي تي اتش مصنع من بره يعني، تمام. طيب لو لما هديها دي طبعا في الهايبر ثايرويدزم العاديه مش السودو، تمام. طيب طبعا البتاع ده اللي هو عشان هو ريكومبيننت بالتالي بيكون اكسبنسيف، بس اهم حاجه ان هو مش ما عندوش سايد افكت ان هو يعمل لي هايبر كالسيوريا، وده الحاجه المفضله يعني عن العلاج العادي بالفيتامين دي او بالكالسيوم، تمام. طيب احنا كده لخصنا بشكل سريع يعني الهايبر ثايرويدزم، اتمنى يكون واضح بالنسبه لكم، ولو في اي استفسارات سيبونا في الكومنتات يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.